ستات الحوامل بعتوا قالوا لي يعني احنا ما نفسناش نعمل شوية تمارين، يعني احنا ملناش تمارين، يعني كل التمارين الستات او الرجالة الطبيعية. فاحنا بقى بنقول فيها وبس، لا الستات الحوامل ليها تمارين هتشوفوها حالا فيها وبس. النهارده هنتكلم عن أهمية الرياضة بالنسبة للسيدة الحامل. الرياضة جزء أساسي للسيدة الحامل، أولاً بتقلل زيادة الوزن في الحمل، ثانياً بتقلل آلام الظهر، بتبقى بتعمل وقاية من السكر الحمل وارتفاع ضغط الدم. وطبعاً احنا كلنا عارفين إن الهرمونات بتاعة الحمل الإلاستين والريلاكسين والبروجسترون والاستروجين بتزيد في الدم، فده بيعمل لها اكتئاب، بيعمل لها حاله نفسيه وحشه. الرياضه بتحسن من الصحه النفسيه للسيده الحامل. بس طبعا في سيفتي جايد لاينز قبل اي حاجه لازم ناخد بالنا منها. اولا لازم ناخد موافقه دكتور قبل اي حاجه، هو يقول لنا الكيس اللي احنا الكيس بتاعتنا ونعمل انهي رياضه. تاني حاجة لازم السيدة الحامل تتمرن في كول بليس، أهم حاجة حرارتها ما ترتفعش خالص، وتلبس ملابس قطنية وتلبس شو سلايتلي لارجر عن مقاسها عشان الرجل بتورم. تالت حاجة لازم تاكل سناك قبل التمرين بساعتين، يبقى مكون من كومبلكس كاربوهيدراتس وبروتين، وبلس ان هي بتشرب ميه قبل التمرين وخلال التمرين وبعد التمرين. احنا دلوقتي هنعمل سام اكسرسايزز، حاجات بسيطه جدا ممكن نعملها في البيت. هي طبعا احسن رياضه للحامل اليوجا والسباحه والايروبكس، والايروبكس مكونه من كارديو وتونينج وستريتشنج وريلاكسنج. بس احنا النهارده هنعمل اكسرسايزز تونينج بسيطه ممكن اي سيده حامل تعملها في البيت، بس اهم حاجه بعد موافقه الدكتور. احنا دلوقتي هنعمل تمرين بسيط ممكن نعمله في البيت للجزء العلوي، المنطقه دي والمنطقه دي. نسند على اي حاجه في البيت، كرسي او ترابيزه، اهم حاجه ان هي تبقى ستيبل. انت امسكي هنا رجلك، رجعي دي ورا سبورت، ايوه نزليها، اوقفي مرتاحه، وهنبول بالظبط، انزلي تحت شويه تاني، والشولدر ستريت لاين بول. التمرين ده بيشغل المنطقه دي. ممكن نعد 3 تمانيات وبعد كده نعمل التمرين ده، نثبت الكوع بتاعنا عشان نشغل الترايسبس. اوكي ده اول تمرين. تاني تمرين للجزء العلوي وبنشغل معاه برضو الجزء السفلي. بس اهم حاجه في تمرينات احنا ما ينفعش الست الحامل تعملها ديو ان الريلاكسن الهرمون يبقى في الجسم في الجوينتس، فالجوينتس بتبقى ضعيفه. في الديب سكواتس اللي هو التمرين ده، سكواتس قوي ننزل تحت. في اللونجز برضو هي هتعمله دلوقتي، بس هي هتعمله سيمبل لونج، مش هتنزل ديب اللي هو بننزل لتحت خالص. وفي البلييه اللي هو الديب برضو، ان انا انزل تحت خالص. فهي دلوقتي هتعمل التمرين البسيط بتاعه مع هنشغل اللور مع البايسبس. في رجعي دي ورا، تيمسنا عن بعض عشان البالانس بتاعك. ننزل من تحت عشان بنشتغل against gravity، تنزلي من تحت. اهم حاجه ان النيز dont overshoot our toes، ركبنا ما تعديش مشط رجلنا. تنزلي من تحت، ايوه fly biceps fly فوق بالظبط، بس ما تنزليش تحت قوي. اوكي ده بيشغل البايسبس الجزء العلوي مع الجزء التحتاني. دلوقتي احنا هنعمل الكور اكسرسايزز. احنا هنعمل البطن
بس السيدة من أول الشهر الرابع ما ينفعش تعمل كرانشز على على الأرض، فهنعملها على الحيطة standing position. هنوقف هات سبورت، وبعد كده هتجيب البلفس الحوت وتطلع بيه العكس. أهم حاجة السيدة الحامل أول ما تحس إن هي تعبت تبطل تمارين على طول، ومش في الكور بس، في أي تمرين. أهم حاجة listen to your body. دلوقتي احنا هنعمل تمارين ممكن اي سيدة حامل تعملها لغاية الشهر التاسع، لان ده من الاوضاع اللي بتريح السيدة الحامل. التمرين ده للجزء السفلي للمنطقة دي. احنا بننام على الارض، اهم حاجة ان احنا رقبتنا تبقى على الارض عشان احنا رقبتنا بارت جزء من السباين، وسبورت to make stable. وبعد كده هنطلع وننزل برجلنا، اهم حاجه ما نعديش الكتف بالظبط. ده برضو تمرين لللور بارت للرجلين من جوه الانر ثاي. ممكن ست في البيت تسند على مخده لو مفيش ستيب، واهم حاجه برضو زي ما قلنا تسند على الارض وتطلع رجليها فوق.